مساء الأنوار مرة أخرى، لا أعلم إن كان البث الآن مباشر أو ليس بعد، نتريث بعض الوقت لوصول الأصدقاء وإعطائنا إشارة البداية. مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله. السلام بالأستاذ صالح، أتمنى أن الصوت والصورة واضحين جيدا. نتريث بعض الوقت لوصول الأحبة والزملاء والأصدقاء المتابعين لهذه السلسلة. شكرا لك الأستاذ صلاح على التأكيد على أن الصوت واضح وكذلك الصورة في نفس الوقت. أستاذ صالح، هل هناك انقطاع في البث أم لا؟ الأستاذ صلاح يؤكد على أن الصوت والصورة واضحين. مرة أخرى أرحب بجميع الحضور، أرحب بجميع المستمعين لهذه السلسلة. نتريث بعض الوقت لوصول الزملاء المتابعين وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين الاستفادة من هذه السلسلة. شكرا لك الأستاذة أمينة بودون. لم أفهم الأستاذ صالح. البث ينقطع عندي، لا أعلم إن كان يظهر لكم البث أو ليس كذلك. الأستاذ صالح، هل البث موجود أم أنه منقطع؟ لأني البث عندي ينقطع. مرة أخرى مساء الأنوار بالجميع، مساء الأنوار بالحضور. ننتظر بعض الوقت لوصول الأصدقاء والزملاء لإتاحتهم الفرصة على للمتابعة. الرجاء تفهم هذا الخلل التقني الذي حدث بسبب انقطاع الإنترنت. إذن
مساء الخيرات والطيبة بالجميع، مساء الخير والطيبة لنفسي، ومرحبا بكل ما قد ينطوي أو يظهر في داخلي أو من حولي من أحداث تود الحضور والمشاركة معنا في هذا العرض الخاص باليقظة الذهنية وبسلسلة المخصصة للعلاجات السلوكية السياقية. وفي هذه الأمسية بإذن الله سوف نتحدث حول مجموعة من الخصائص التي يتميز بها الممارس، أو تلك الخصائص والصفات التي يلتزم بها الشخص أثناء ممارسته لليقظة الذهنية، وهو بعد تطبيقي في اليقظة الذهنية. أولا وقبل كل شيء أتقدم بالشكر الجزيل لمجموعة علم النفس في خدمة المجتمع على إتاحتنا هذه الفرصة القيمة لعرض مجموعة من المفاهيم وكذلك التطبيقات الحديثة التي ظهرت على الساحة العلمية في آخر السنوات. فلليقظة الذهنية الآن حوالي 30 سنة، أي أنها تقنية جديدة وأنها علاجات نفسية جديدة. وكذلك في الوقت نفسه أرحب بجميع المستمعين وأعزائي والطلبة، وكذلك أتقدم بالشكر لكل الأساتذة الذين قاموا بتقديم مجموعة من المحاضرات القيمة في هذه المجموعة، التي كلنا أصبحنا أوفياء لمتابعة هذه المجموعة القيمة. إذا قبل الخوض في نقاش أو عرض أو الحديث حول موضوع هذه الأمسية، نتعمد التذكير بما تطرقنا إليه في العدد الأول والثاني، بحيث كان العدد الأول مخصص كمدخل عام مفاهيمي حول التدخلات العلاجية الحديثة، أما في العدد الثاني كان موضوعنا الحديث حول الاختلافات الموجودة في تنظير مفهوم اليقظة الذهنية، بحيث أننا عرضنا مجموعة من التنظيرات أو التناولات لليقظة الذهنية باختلاف الأطر التي تناولت اليقظة الذهنية، ومن بينها أعمال جون كابات-زان في اليقظة الذهنية، الذي يعرفه على أنها حالة ناشئة من الوعي. وكذلك تطرقنا إلى أعمال ألين لينجر التي تناولت اليقظة الذهنية بمقاربة معرفية اجتماعية، وكذلك تناولنا تعريف اليقظة الذهنية من منظور علاج سلوكي جدلي، بحيث أن مارشاليهان هي الأول التي استخدمت اليقظة الذهنية في مجال العلاجات المعرفية السلوكية، كما كذلك تحدثنا حول الاستخدامات الإجرائية للمفهوم في مجال البحث العلمي، بحيث قلنا أن مارشاليهان تستخدمه على أساس أنها قدرة على التقبل، أما براون وزملائه يستخدمون على أساس أنها قدرة على التنظيم الذاتي، أما بيشوب قدم تعريف على أنها قدرة ما وراء معرفية. وبالإضافة تناولنا فوائد وميكانيزمات عمل اليقظة الذهنية، سواء ميكانيزماتها النفسية وكذلك البيو عصبية، بحيث أكدنا على أن اليقظة الذهنية تعد اليوم من بين العلاجات أو من بين التقنيات التي تحظى بالدعم التجريبي الكافي، وتستخدم في العديد من التدخلات النفسية كالعلاج بالتقبل والالتزام، كذلك العلاج المعرفي القائم على اليقظة الذهنية، وكذلك العلاج السلوكي الجدلي، وتسمى علميا بالتدخلات القائمة على اليقظة الذهنية أو العلاجات القائمة على التقبل. وأكدنا في هذا العرض أن تستخدم العديد من الدراسات في مجال البحث عن فوائد اليقظة الذهنية، ومنها الدراسات الارتباطية بين اليقظة الذهنية والصحة النفسية، أي أنها تبحث بين فائدة اليقظة الذهنية والصحة النفسية. وكذلك تستخدم الدراسات المضبوطة لتقييم التدخلات الموجهة نحو اليقظة الذهنية كالعلاج بالتقبل والالتزام، أو العلاج المعرفي القائم على اليقظة الذهنية، أو حتى العلاج السلوكي الجدلي. وتوجد العديد من المناهج أو المداخل العلاجية لتعتمد اليقظة الذهنية، أو أنها تتقاسم اليقظة الذهنية كوجه
تشابه أو حتى أنها تسمى بالعلاجات السلوكية السياقية، بحيث أنها لا تسعى لتغيير محتوى الفكر أو تعديل السلوك، وإنما تسعى للإثراء وتعديل نمط تعاملنا مع الخبرة النفسية. وهذا مفهوم في الأول قد يبدو فلسفي بعض الشيء، ولكن مع الممارسة والتطبيق الشخصي مع وحتى مع الأشخاص في العيادة تكون الأمور بديهية، بحيث نجد الأشخاص يميلون لرفض كل تلك الأعراض المرضية، وأنها مجرد محاولات تخلص لا تكون مفيدة في الغالب، بحيث أن الشخص قبل أن يتقدم للعيادة نسأله عن ماذا فعل لتخليص نفسه من هذه المعاناة، فنجد يقدم لنا مجموعة من أجندة التحكم الانفعالي أو حتى الاستراتيجيات اللاتوافقية التي استخدمها لتخليص نفسه من المعاناة النفسية أو من تلك الأعراض المرضية. ففي العلاجات التقليدية نسعى إلى تخليص الشخص من هذه الأعراض، ولكن مع ممارسات ستيفن هايز ومارشال هان وآخرون توصلوا إلى مفاد أننا لا نستطيع تغيير الأفكار، أو أننا لا نستطيع حذف الأفكار، وإنما يمكننا ترك وفسح مجال لتواجد هذه الأفكار دون أن تؤثر في أفعالنا، أو حتى أن الانفعالات خلقت للإحساس والشعور بها وليس للتهرب وتجنبها. فهذا بصفة عامة. وكذلك تستخدم دراسات مخبرية للبحث في تأثيرات الفورية اليقظة الذهنية، بحيث أن هنالك مجموعة من الدراسات التي تقيم اليقظة الذهنية من خلال منظور بيو عصبي، أي أن اليقظة الذهنية تم تقصي فائدتها وميكانيزمات عملها بمقاربات مختلفة في طب الأعصاب وكذلك في علم النفس العلاجي. وكما تحدثنا على أن التدخلات القائمة على اليقظة الذهنية لها فعالية كبيرة في معالجة العديد من الاضطرابات النفسية كالوسواس القهري، الصدمات النفسية، الأرق، اضطرابات القلق، اضطرابات الشخصية، الإدمان، وكذلك على مستوى الآلام الجسدية، أي أن هنالك مجموعة من الدراسات تهتم بتقييم اليقظة الذهنية والتدخلات القائمة على اليقظة الذهنية في مجال الصحة النفسية. وكذلك مجموعة من الدراسات الأخرى تهتم في دراسة وتقييم مدى فعالية اليقظة الذهنية في تدبير الآلام المرتبطة بما هو جسدي. أي أن مجمل هذه الدراسات توصلت لخلاصة مفادها أن لليقظة الذهنية والتدخلات القائمة على اليقظة الذهنية لها فعالية أحيانا أكثر بكثير من العلاجات السابقة المعروفة، وهنالك مجموعة من الاختلافات في طريقة التطبيق، بحيث أن في هذه التدخلات يكون المعالج نموذج لما يعلمه، أي أن من بين التجديدات في السلوكية السياقية نجد العلاقة العلاجية، ليس بالمفهوم الذي نعرفه في السابق، بحيث أن العلاقة العلاجية لها دور وأهمية في التدخلات العلاجية، ولكن في الموجة الثالثة تستخدم في بعض المناهج على أنها تقنية علاجية. وكذلك في التقبل والالتزام مثلا المعالج يكون نموذج لما يعلمه، أي أنه له خبرة وتدريب شخصي وذاتي على عملية التقبل والالتزام وحتى العلاج السلوكي الجدلي. مثلا في العلاج السلوكي الجدلي نجد المعالج يقضي لمدة سنة في التدريب على مهارات العلاج السلوكي الجدلي لكي يتم منحه رخصة ممارسة العلاج السلوكي الجدلي من معهد مارشال هان للعلاج السلوكي الجدلي. أما في العلاج بالتقبل والالتزام كذلك نجد مجموعة من الاعتبارات التي يجب على الممارس القيام بها. إذن فهذا أشياء تناولناها في الحصص السابقة، واليوم سوف بإذن الله نتقدم حول أهم شيء في اليقظة الذهنية، وهي الصفات التي يلتزم فيها الممارس أو حتى
لا أقول العميل ولا أقول الشخص المتعالج، وإنما أكتفي بقول الشخص. ففي السياقية لنا منظور، بحيث يخبرنا ستيفن هايز بأن الشخص خبير في حياته، وخبير في مشكلاته، وخبير في تجنبه، وفي اندماجه المعرفي. ونحن نكون خبراء في التقنية، أي أننا ليس هناك أي تفاوت بين الشخص المعالج والشخص المتعالج، فالعلاقة تكون متساوية بيننا، أي نكون في نفس القارب، أي أننا نكون في نفس القارب. لنا انفعالات، ولنا أفكار، ولنا مشاعر وأحاسيس، وكذلك للشخص اللي يطلب المساعدة نفس الشيء. أي أننا النظرة في السياقية السلوكية تختلف جذريا عن الممارسات التقليدية. إذن فأعود إلى سياق حديثي الذي تم تناوله في التقديم السابق، بحيث قلنا أن ممارسة اليقظة الذهنية لها مجموعة من الفوائد، بحيث تعزز الاستجابات التكيفية للضغوطات النفسية. أي أن اليقظة الذهنية تعمل على حسن تدبير الضغوطات النفسية، وكما نعرف الضغوطات النفسية هي سبب أو عامل مفجر للعديد من المشكلات أو حتى الاضطرابات النفسية، وكذلك الاضطرابات النفسو-جسدية. كما أن اليقظة الذهنية تساعدنا على تحسين نوعية الشعور بالتماسك، وكذلك الوعي باللحظة الحالية، وكذلك سهولة الانفتاح على الخبرات التي نمر بها، بالإضافة إلى أنها تزيد من تحسين الانتباه الموجه، أي أن اليقظة الذهنية تهتم بتوجيه انتباهنا، أو ما يسمى بالمرونة الانتباهية. من بدل التركيز على أحداث في الماضي أو حتى في المستقبل، نقوم بجلب انتباهنا بشكل مستمر للحظة الراهنة، أو للخبرة النفسية، وحتى لسير التجربة الحالية. وكذلك تحسين من المرونة المعرفية. أما عن الميكانيزمات التي تقوم عليها اليقظة الذهنية، أو الآليات الكامنة من وراء النتائج الإيجابية لليقظة الذهنية، فقد يمكن أن نميز نوعين منها، نفسية وكذلك بيوعصبية، بحيث تحدثنا عن مجموعة من الميكانيزمات، ومنها الاستبصار، التعريض، عدم التعلق، أو ما يسمى في العلاج بالتقبل والالتزام، فك الاندماج، أو كذلك أفضل أداء للعقل والجسم والأداء المتكامل. وكذلك يقدم مجموعة من الباحثين مجموعة من الميكانيزمات البيوعصبية، وهن اخترنا أربعة، وهي تنظيم الانتباه، وكذلك تنظيم الانفعالات، والوعي بالجسد، والتغيير في صورة الذات. هذا بشكل جد سريع لما تناولناه في العرض السابق. واليوم بإذن الله سوف نتحدث حول الصفات وخصائص ممارسة اليقظة الذهنية، أي تلك الصفات التي يتم الشخص لا أقول يعتمد عليها، وإنما مجموعة من ترسيخ لهذه الصفات في سياق التدريب على اليقظة الذهنية، بحيث أن التدريب على اليقظة الذهنية أو اليقظة الذهنية في حد ذاتها تنطوي على مجموعة من الاستجابات المعرفية والعاطفية. وهنا هنالك اختلاف في التسمية، بحيث إذا عدنا إلى جون كابراتزان يتحدث عن اتجاهات. جون كابراتزان يتحدث حول 7 اتجاهات، ولكن تم اتفاق بين الباحثين وتسميتها باستجابات معرفية، وكذلك هنالك مجموعة أخرى من الاستجابات العاطفية. وهذه الصفات والخصائص التي سوف نذكرها الآن هي التي تم مناقشتها من أغلب الباحثين، أي أن هنالك عديد المجموعة متنوعة من الخصائص والصفات التي يلتزم بها الشخص الممارس أثناء تدريبه لليقظة الذهنية، وكذلك تنميته لليقظة الذهنية. ولكن في هذا العرض حددنا مجموعة من الصفات والخصائص التي تم مناقشتها من أبرز الباحثين المختصين في مجال اليقظة الذهنية.
بحيث قلت أن هذه الصفات يتم الالتزام بها أثناء التدريب، بحيث يؤدي هذا الالتزام بهذه الصفات إلى تكوين وترسيخ تأثير قوي على مستوى التفاعل الضمن النفسي. تحدثت حول تغيير وتعديل العلاقة البين النفسية، فالالتزام بهذه الصفات في تعاملنا مع الخبرة النفسية يؤدي إلى تعديل وتغيير نمط، أي تعديل العلاقة، علاقتنا مع الخبرة النفسية، وكذلك على المستوى البين الشخصي، بحيث أن الشخص الذي يلتزم بهذه الصفات أثناء ممارسته لليقظة الذهنية يتعامل بنفس الشيء مع الأشخاص، أي أن هذه الصفات التي يتم ترسيخها نتعامل بها مع الآخرين وكذلك مع ذواتنا في نفس الوقت. إذن فمن خلال الالتزام بهذه الصفات يؤدي إلى تعزيز والتمتين للصفات أخرى سابقة الوجود في أنفسنا، أي أننا عندنا مجموعة من الخصائص ومن الصفات ومن الخصال في ذواتنا، ولكن هذه الصفات التي يتم الالتزام فيها في ممارسة اليقظة الذهنية لا تلغي ما هو موجود، وإنما فلسفة السلوكية السياقية إثراء وليس حذف وتعديل. هل الأمور واضحة لحد الآن؟ أتمنى أن الصوت غير منقطع. الرجاء أستاذ صلاح التأكيد على الصوت للمواصلة في الحديث. لا أعلم إن كان الصوت واضح أو لا. الأستاذ صلاح، هل الصوت واضح أم لا؟ نعم، الأستاذ صلاح يؤكد على أن الصوت واضح، إذن سوف أواصل. فخصائص أو صفات اليقظة الذهنية يتم عرضها وتقديمها للشخص المتعالج أو حتى العميل أو حتى المفحوص في مجال الممارسة الإكلينيكية بصفة مباشرة كمفاهيم مهمة لاستكشافها والتأمل فيها، وكما يمكن الاعتماد على أمثلة شخصية أو حتى قصص للآخرين وربما للأشخاص البارعين في ممارسة اليقظة الذهنية، وهذا لهدف تيسير عملية فهم هذه الصفات والخصائص، أي أننا لما نقوم بتقديم هذه الخصائص للشخص المتعالج أو حتى العميل، يمكن أن نقدمها كنقول مثلا التقبل هذا ما يعني، اللا حكم هذا ما يعني، أو حتى يمكن أن نستخدم استعارات كما نستخدمه في العلاج بالتقبل والالتزام، أو حتى تقديم ما يسمى بأقوال تصب في تلك الخاصية أو في تلك الصفة التي نستهدفها. فهذا لتسهيل وتيسير فهم هذه الخصائص، إذ يمكننا أن نستخدم كذلك القصائد وحتى الاستعارات والاقتباسات الملهمة لمساعدته على الفهم الجيد لهذه. فمثلا لما نتحدث حول الصبر يمكن أن نعود للقرآن وحتى السنة لتقديم نصوص واقتباسات دينية تذهب في سياق مثلا الحديث حول الصبر، وكذلك في سياق الحديث عن التقبل يمكن أن نعود للقرآن واستخراج آيات تذهب في سياق الحديث حول تقبل المرض أو المعاناة أو حتى المشكلة التي يقع فيها الشخص. فهنا هنالك بعض الخلط في سياق فهم التقبل سوف نصل إليه بإذن الله. كما قلت، فإن جون كابراتزان قدم سبعة صفات أو يسميها اتجاهات يتميز بها الأشخاص اليقظين ذهنيا خلال ممارستهم للتأمل، أي أن في سياق ممارستنا للتأمل نحن كأشخاص أو كمختصين نفسانيين نفس الصفات التي يتمارس عليها الشخص الذي نقدم له العلاج أو نقدم له المساعدة. وهنا أتحدث بصيغة أخاطب شخص
أو أتخاطب أنفسنا كأشخاص، ولا أتحدث على عميل أو حتى على لتسهيل الفهم، أي أخاطب الشخص مباشرة لتسهيل فهم هذه الصفات. فقلت أولا هي عدم إصدار الحكم، أي أن في ممارسة اليقظة الذهنية يتم الالتزام بخاصية أو صفة أو اتجاه عدم إصدار الحكم، بحيث إذ يتم تنمية اليقظة الذهنية من خلال تبني موقف الشاهد المشاهد المحايد وغير المتحيز للتجربة الخاصة، أي أننا لما نكون في حالة يقظة ذهنية يكون لنا موقف نلاحظ ونشاهد في انفعالاتنا أو حتى في أفكارنا كأننا مشاهد غير متحيز، أي أننا يتم الابتعاد والملاحظة عن بعد لانفعالاتنا وحتى أفكارنا. وهنا أكتفي بقول التجربة الخاصة، أي والتجربة الخاصة يتضمن الانفعالات، الأفكار، وكذلك الأحاسيس، وكذلك التصورات الذهنية. إذن وللوصول للقيام بذلك يتطلب أن تكون على وعي بالتدفق المستمر للأحكام وردود الأفعال إزاء مختلف التجارب الداخلية والخارجية التي نقع فيها جميعا بشكل طبيعي، أي أننا لنا رد فعل عفوي لإصدار الأحكام. وفي اليقظة الذهنية هنا لا تلوم الشخص على إصداره الأحكام، وإنما تبرر الشخص على أن هذه الاستجابة في إصدار الأحكام حول تجربته الخاصة أو الأحداث التي تحدث من حوله شيء يتم تعلمه اجتماعيا، أي أننا تعلمنا تقييم الأشياء وكذلك تصنيف الأشياء وتبويبها حتى في حياتنا الشخصية، بحيث أننا نقيم شيء ما على أنه إيجابي، أي أنه نقترب منه، ونقيم شيء سلبي ونبتعد منه. وفي سياق الحديث حول الأعراض المرضية نجد أن الشخص يستنزف كل طاقته في محاولة تخليص نفسه من تلك الأعراض التي يصنفها على أنها سلبية وعلى أنها غير محبوبة. إذن فهنا في اليقظة الذهنية يتم تنمية ما يسمى باللا حكم، أي أن الشخص لا يصدر أحكام حول ما يشعر أو حتى ما يفكر. وهنا لا يمكن فهم اليقظة الذهنية باكتفاء ما أقول لحد الآن، أي أننا لفهم اليقظة الذهنية هنالك مجموعة من الصفات والخصائص المتفاعلة بينها، يصعب الفصل بينها. وأبسط مثال على ذلك، أي أننا لا نكتفي بعدم إصدار الحكم، وإنما هنالك مجموعة من الصفات الأخرى وسوف نتطرق إليها. إذن فمن خلال المباشرة في الشروع في عملية إيلاء الانتباه إلى نشاط أذهاننا، فمن الشائع أن نكتشف ونتفاجأ أحيانا وحتى بل نندهش من حقيقة مدى إصدارنا للأحكام باستمرار على تجاربنا. فتقريبا كل ما نشاهده أو نراه يقوم الذهن بتقويمه وتصنيفه، فنحن نتصرف مع كل شيء نختبره وفقا وبناء لما نعتقد على أنه ذو قيمة بالنسبة لنا، أي أننا في مباشرتنا للتدريب على اليقظة الذهنية قد نندهش أو نتعجب الكم الهائل من الأحكام التي نصدرها حول الأشخاص، حول تجربتنا الخاصة، حول الأحداث الحياتية. أي في اليقظة الذهنية نسعى إلى عدم إصدار الحكم وعدم ترتيب والتقويم وتبويب هذه الخبرات النفسية والأحداث التي تحدث من حولنا. فبعض من الأشياء والأحداث وحتى والأشخاص التي تجعلنا نشعر بالرضا لسبب ما يتم الحكم عليها على أنها جيدة، أما أمور التي تجعلنا نشعر بالسوء والألم فيتم إدانتها بشكل سريع على أنها سيئة، والباقي منه يتم تصنيفه في فئة محايدة، أي أن هذه هي الفئة لا نلي
لها الاهتمام لأنها توحي بنوع من الملل. فلو نلاحظ الشخص لما يكون في حالة مثلا قلق أو حتى وسواس قهري وحتى اضطراب ما بعد الصدمة وإلى آخره، فنجد مثلا في حالات الاكتئاب الشخص يركز جل انتباهه لتخليص نفسه من تلك الأفكار الغير مرغوبة، أو حتى نجده يتأمل في تلك الأفكار لمحاولة اقتناصها، ولكن النقيض كلما قل محاولة اقتناص وتخليص أنفسنا من هذه الأفكار كلما قل تأثيرها وكلما قل ظهورها في حيز الوعي، أي أن لأننا قيمناها منذ الأول على أنها سيئة. إذن كلما تأتي فكرة على أن نقيمها على أنها سيئة نحاول التخلص منها ونقع في محاولات تجنب وكذلك محاولات رفض وتخليص ذواتنا من هذه الأفكار التي قيمناها على أنها سلبية. وفي اليقظة الذهنية يتم تنمية ما يسمى بعدم إصدار الحكم، أي أننا نشاهد في الأشياء على أنها موجودة دون تحيز، أي أننا توجد فكرة ألاحظ فيها دون تقييمها إن كانت إيجابية أو حتى سلبية، وهذا في سياق العلاج النفسي. فقد يقول لشخص: كيف لنا أن لا نقيم؟ كيف لنا أن لا نبوب؟ وإجابتي المختصرة: إن هذا التقييم وهذا التصنيف وهذا التبويب له جانب كبير في المعاناة النفسية، أي أننا لا نعير اهتمام لتخليص ذواتنا من الأفكار التي تظهر في حيز الوعي، وإنما يتم تركيزنا وانتباهنا على أشياء تثري وجودنا في الحياة، أي أنها ليس بمعنى توجد فكرة سلبية أو قيمتها على أنها سلبية أو قيمتها على أنها غير جيدة أتصرف وفقها. أي هنا هنالك نوع من التباعد، يمكن لفكرة تخبرني بتدخين مثلا سيجارة، لا أترك لها المكان ولكن لا أقوم بتدخين السيجارة من بدل محاولة تخليص نفسي من هذه الفكرة والتي تسيطر وتهيمن على ذاتي. إذن هنا أتحدث حول ما يسمى بعدم إصدار الحكم، وهو اتجاه أساسي في تنمية اليقظة الذهنية وكذلك في تدريب اليقظة الذهنية. إذن فقلت: فهذه العادة في التقويم والتصنيف لتجاربنا وإصدار الأحكام عليها تقيدنا باستجابات وردود أفعال تلقائية لسنا على وعي بها، بمعنى سلوك سياقي وليس بمعنى تحليلي. أي هنا لا نتحدث عن اللاوعي، وإنما ما نقصد به باللاوعي عن غير قصد، أي أننا لا نقصد ذلك الشيء، وإنما إننا نكون ضحية لردود أفعال ناتجة عن التصنيف والتقييم وإصدار الأحكام للتجارب الذاتية. إذن فهذه التصرفات وردود الأفعال غالبا ما لا يكون لها أي أساس موضوعي على الإطلاق، وتميل هذه الأحكام التقييمية إلى الهيمنة والسيطرة على الذهن، مما يجعل من الأمر الصعب إيجاد السلام الداخلي. وهنا تحدثنا حول عنصر جد مهم في التدريب على اليقظة الذهنية، أي أننا لما نذهب للتدريب على اليقظة الذهنية أو أننا نعلم للشخص اليقظة الذهنية، يمكن أن نقدم له عدم إصدار الأحكام كتعريف، أو حتى نستخدم اقتباسات واستعارات، وحتى يمكن أن نقدمه كنص، بمعنى أي أنني لما أباشر في ممارسة اليقظة الذهنية القائمة على التأمل العلماني في سياق حديث جون كابراتزان، لما أقوم بالتأمل مثلا الآن تأتيني أفكار لا أقوم بإصدار أحكام عليها، أي أننا كل تلك الجلسة التي خصصناها للتأمل
يتم فيها عدم إصدار الأحكام حول ما يفرزه ذهننا من تقييمات وكذلك من تبويب وتصنيف للأحداث النفسية. إذن وهنا نتحدث حول اتجاه آخر يتم تنميته في ممارسة اليقظة الذهنية، وهي صفة يتميز بها الأشخاص اليقظين ذهنيا، وهي الصبر. بمعنى أي أن الصبر هو شكل من أشكال الحكمة، وهذه الحكمة تدل وتثبت أننا حقا نتفهم ونتقبل حقيقة مفادها. في بعض من الأحيان يجب للأشياء أن تنكشف وتسري وفق وتيرتها وبمقتضاها وأن تحدث في وقتها. بمعنى أي أن الطفل مثلا الذي يحاول مساعدة فراشة من الخروج من شرنقتها لما تكون صغيرة، فهنا الطفل يحاول مساعدة فراشة من الخروج، ولكن هذه المساعدة يؤدي إلى موت ووفاة تلك الفراشة، بينما الراشد يعرف أن الفراشة لا يمكن لها الخروج من شرنقتها إلا بعد اكتمالها لتحولها ونموها. بمعنى آخر أي أننا أثناء التدريب على اليقظة الذهنية يتم الالتزام بالصبر حتى على ميل ذهننا لما نسميه بعدم إصدار اللا حكم. أي أننا في التدريب على اليقظة الذهنية نلتزم بالصبر على ميل وشرود ذهننا وتشرد ذهننا لمتنزه الماضي وكذلك المستقبل، أي أننا نحاول في الوقت نفسه تنمية عدم إصدار الأحكام، ولكن إن كانت لنا صعوبات في إصدار الأحكام هنالك خاصية أخرى تتدخل يتم استدخالها في الوقت نفسه وهي الصبر. وكذلك بنفس الأمر خلال ممارسة اليقظة الذهنية نقوم بتنمية الصبر إزاء أذهاننا وأجسادنا، ونتذكر أنه ليس هنالك أي داعي لنفاذ الصبر حين نجد أذهاننا تميل باستمرار لإصدار الأحكام، وأننا قلقين ومضطربين أو خائفين، أو لأننا تدربنا لبعض من الوقت ولم يظهر أي شيء إيجابي في تدريباتنا. نمنح لذواتنا مساحة للقيام بهذه التجارب. وهنا السؤال يطرح نفسه، لماذا؟ لأننا سوف نقوم بها على أي حال، أي أننا حتى وإن نفذ صبرنا وحاولنا الهروب من تجاربنا النفسية نقع فيها مرة أخرى، أي أننا من خلال تنمية الصبر نسمح لذواتنا بالشعور بالخوف، نسمح لذواتنا بالبكاء وحتى الكآبة، أي أننا لسنا هنا لحذف أي شيء، وإنما هنا لكي نكون شاهد عيان غير متحيز لما يحدث في ذواتنا وحولنا. بمعنى آخر أي أننا عندما تظهر هذه الأحكام فهي واقعنا في هذه اللحظة بالضبط، وليست طول حياتنا. أي أننا لما تظهر هذه الأحكام أو نجد أن ذهننا يميل لإصدار الأحكام هو ذلك واقعنا في تلك اللحظة فقط، وهي جزء من سير حياتنا في هذه اللحظة، ونتعامل مع ذواتنا كما نتعامل مع الفراشة. فلماذا نتسرع في بعض الأحيان لبلوغ لحظة أخرى نكون فيها أفضل من سابقتها؟ فنتقبل كل شيء موجود في تلك اللحظة كما هو موجود وليس كما نريد أو لا نريد أن يكون. أي أننا نشعر بغضب نكتفي بأننا على حالة من الغضب، وليس هنالك أي داعي للتصرف وحتى الكلام أو الحديث. أي أننا نكتفي بعدم إصدار الحكم على ذلك الغضب وتقييمه على أنه شيء سلبي يجب التخلص منه في ذلك الوقت، ونصبر على ذلك حتى وإن كان أذى فيتم الصبر عليه. وهنا لما أتحدث عن سياق
الصبر عن الأذى ليس بمفهومه السلبي أو حتى التمادي والموافقة عن الأذى، أي أننا نتقبل أننا وقعنا في موقف يتطلب الغضب، ولكن ليس هنالك أي داعي للتصرف وفق ذلك الغضب، أي أننا نقوم بعزل ردود أفعالنا من التلقائية إلى التصرف وفق ما يتماشى مع قيمنا وأهدافنا وحتى خصائصنا التي سوف نصل إليها في هذا العرض. إذن فعندما نتدرب على معاملة الذات بهذه الطريقة، فستكتشف مع مرور الوقت أن لذهننا ذهن خاص لا يفعل إلا ما يحلو له، أي أننا من خلال التدريب المتواصل لليقظة الذهنية وكذلك الالتزام بهذه الممارسة في حياتنا اليومية، نجد أن لذهننا ذهن خاص لا يحب إلا فعل ما يحلو له. وهنا يظهر موقفنا في اليقظة الذهنية، أي أننا لسنا مجبرين للتصرف وفق ما يخبرنا ذهننا في كل لحظة، أي أني أقوم بتقديم هذه الورشة وفي سياق الحديث مع مثلا على اضطراب الوسواس القهري مثلا تكون أوساخ في يدي، هناك أفكار تجبرني على الذهاب لممارسة طقوس التخلص ذاتي من تلك المعاناة، ولكن أكتفي بعدم إصدار حكم على ذلك الإحساس وذلك الشعور الذي أشعره، وأكتفي بالصبر على ذلك الآلام الذي أعيش في تلك اللحظة، أو ميل ذهني لإخباري بفعل طقوس أو حتى أفعال، وأقوم بقطع بهذا العرض وأذهب لغسل أيدي ثم أعود، أي هنا أفوت فرصة كبيرة في المواصلة وكذلك تقديم مفيد لهذه الأمسية التي تجمعنا اليوم، أي أننا قد تكون هذه الأفكار غير سارة وغير ممتعة، والبعض منها يكون مؤلم جدا وتولد فينا القلق، وحتى إن كانت تولد فينا المتعة والنشوة، حتى إن كانت تلك الأفكار تولد فينا حالة من المتعة والنشوة، لا يوجد هنالك أي فرض على اتباعها في تلك اللحظة، أي أننا نختار، بمعنى أعود باستشهاد بأعمال إيلين لانجر بحيث تقول أن اليقظة الذهنية هي عكس التهور والاندفاع وكذلك التصرف على عجالة، أي أني أسمح لنفسي باختيار ما يناسب كل موقف. إذا فالصبر خاصية يمكن أن تكون مفيدة جدا عندما تطويرها للاعتماد عليها كلما تهيج الذهن، أي أننا مثلا نقوم في علاج شخص مدمن مثلا على مخدرات، هنا يظهر مدى قيمة الصبر مثلا على عدم تناول تلك المادة، أعلم أنه ليس من الأمر الهين وإنما هو شيء يأتي عن طريق التدريب والممارسة في الحياة اليومية، وكذلك تخصيص جلسات خاصة بممارسة اليقظة الذهنية، أي أننا لنا جلسات رسمية لممارسة اليقظة الذهنية وهنالك جلسات غير رسمية لممارسة اليقظة الذهنية. فهنا الصبر يكون جد مفيد حينما ندرك أن لذهننا لا يحلو له إلا التفكير أو حتى فعل ما يحلو له، فهنا يساعدنا الصبر على تقبل ميل الذهن إلى التشرد، وكذلك الصبر يذكرنا بضرورة عدم وجود أي حتمية للتجول مع تشرد ذهننا، بمعنى آخر أي أن حتى وإن كان ذهني يسلي لأحداث من الماضي، لا توجد هنالك أي حتمية أو ضرورة
التجول في متنزه الماضي الذي أعرفه، أو حتى في متنزه المستقبل الذي لا أعرفه، أي أكتفي بعدم إصدار الحكم على ميل ذهني أولا للتفكير في أشياء في الماضي، ثم الصبر على هذا الميل. هل إلى حد الآن مفهوم ما مقصود باللا حكم وكذلك الصبر في سياق التدريب على تنمية اليقظة الذهنية؟ إن لم تكن هنالك أسئلة سوف أواصل في الإلقاء. هل هناك أسئلة حول اللا حكم وكذلك حول الصبر في سياق التدريب على اليقظة الذهنية؟ أستاذ، هناك أسئلة أم لا؟ لم توجد أسئلة ولا توجد أسئلة؟ أستاذ صلاح، هل هناك أسئلة تذهب في هذا العنصر أو لا؟ أعتقد أن ليس هناك أسئلة. سوف أواصل إذن في الخاصية الثالثة أو الصفة المعرفية الثالثة، وهي ذهنية المبتدئين. بمعنى غنى التجربة في اللحظة الحالية هو ثراء الحياة نفسها. ففي الكثير من الأحيان نترك تفكيرنا ومعتقداتنا حول ما نعرفه أن يمنعنا من ممارسة الأشياء كما هي بالفعل. أحاول تبسيط معنى ذلك، أي أننا مثلا أثناء القيام بفعل ما، مثلا سياقة سيارة، نترك معتقدنا أننا نعرف قيادة السيارة، بحيث نكتفي بقيام أوتوماتيكي بتلك الحركات، بينما ذهننا ينشغل بالتفكير في أشياء أخرى. فهذا يمنعنا من عيش تلك اللحظة والاكتفاء بفعل ما نقوم به في تلك اللحظة. إذ أي أننا نميل للقول بأن كل شيء عادي، كل شيء مألوف. ففي اليقظة الذهنية، بتنمية ما يسمى بذهنية المبتدئين، نحن من يصير من العادي أمر غير عادي وغير مألوف، أي أننا ننمي ذهنية تسمى بذهنية المبتدئين، هي إعادة القيام وإعادة الاستكشاف بما نقوم به في كل لحظة، أي أننا كل ما نمارس شيء ما، أو حتى التدريب على اليقظة الذهنية، لا نقول أنا الآن سوان إكسبير، خلاص نعرف ندرب على اليقظة الذهنية. فهذا هو عكس للتدريب على اليقظة الذهنية، التي تطلب منا الاهتمام الكلي بتلك اللحظة وما نفعله في تلك اللحظة بذاتها. بمعنى أي أننا في حالة تنمية ما يسمى بذهنية المبتدئين، هو ذلك الذهن الذي يرغب ويود في ملاحظة في كل شيء كأنه يحدث لأول مرة. أي أننا لما نتدرب على اليقظة الذهنية، لما أشعر بحالة من الخوف والانزعاج ومن مثلا الحزن، أو حتى أفكار و تصورات وتخيلات، في اليقظة الذهنية أقوم بإعادة استكشاف وملاحظة هذه الانفعالات وهذه الأفكار على أنها تحدث لأول مرة في حياتي، أي أني لم يسبق لي أن شعرت بالخوف أو حتى بالانزعاج أو القلق، أي أننا نلاحظ ملاحظة استكشافية لما نعيشه في تلك اللحظة، أو ما نختبره في تلك اللحظة، أو ما نفعله في تلك اللحظة بالتحديد. أي أننا مثلا أثناء قيادتنا للسيارة، أكتفي بإعادة ملاحظة ما أقوم به، وكذلك الاستمتاع بقيادة السيارة كما كنا نستمتع في الأيام الأولى. فمن منا
لم تكن له رغبة شديدة في تعلم السياقة وكذلك الاستمتاع بقيادة السيارة في الأيام الأولى، بحيث يتم تركيزنا على الفرامل، على كذلك المقود وكذلك الطريق، وكذلك أي أننا نركز جل انتباهنا على ما نفعله في تلك اللحظة لعدم القيام بحادث أو حتى الوقوع في أخطاء في أخطاء السياقة. أي أننا في اليقظة الذهنية والتزامنا بممارسة اليقظة الذهنية نقوم بإعادة إحياء هذه الحيوية التي نمتلكها ونفقدها من جراء اعتقادنا أننا نعرف، أننا نعتقد نتقن ممارسة شيء ما. ففي اليقظة الذهنية نقوم بإعادة إحياء لهذه الحيوية، وتنمية ما أتحدث عليه هنا هي ذهنية المبتدئين، وهي إعادة الملاحظة في الأشياء كأنها لأول مرة. أي أننا لما أذهب مثلا في متنزه، من بدل الاكتفاء في التفكير في المستقبل وكذلك الأفكار الماضي وكذلك ما أقوم عليه غدا، أكتفي بإعادة استكشاف الطبيعة، أكتفي بإعادة معرفة الطبيعة. فهذا الشيء لا يتم في المرة الأولى أو حتى المرة الثانية أو حتى المرة الثالثة، وإنما في من خلال التدريب والممارسة المستمرة. أبسط مثال في هذا سياق حديثي الآن، من لكي ننمي عضلة جسدية لا يتم تنميتها من خلال ممارسة جلسة رياضة واحدة أو حتى اثنان أو حتى ثلاثة أو حتى أربعة أو حتى خمسة، على الرغم من معرفتنا أن الركض مثلا وممارسة الرياضة مفيدة لصحتنا الجسدية والنفسية، ولا نمارسها بشكل مستمر ولا نلتزم في ممارستها. أي أن كلما زاد التزامنا بممارسة الرياضة كلما ظهرت فوائدها، وكلما حدثت تغييرات على صحتنا الجسدية وكذلك صحتنا النفسية. أعود الآن للحديث حول ما يسمى بذهنية المبتدئين. فهي ذهنية منفتحة تسمح لنا بإعادة التعليم، أي أننا نميل أحيانا لما نتحدث حول موضوع ما أن نقاطع الآخرين في حديثهم كأننا نعلم كل شيء، كأننا على يقين بالمعرفة، كأنه ليس هناك تجديد، ليس هنالك معلومات جديدة، ليست هنالك وجهات نظر جديدة، لا يمكننا التعلم من أشخاص آخرين. ولكن في اليقظة الذهنية ننمي ذهنية منفتحة مستكشفة وكذلك متقبلة للتعلم واستكشاف إمكانيات جديدة التي كان يمنعنا منها ردود في أفعالنا التلقائية واعتقادنا أننا نعرف وأننا هذا الشيء عادي وأن لا شيء جديد فيه. أي أننا نقوم بالأكل ونفكر بشيء ما آخر، ففي اليقظة الذهنية أثناء أكلنا نعود بإعادة توجيه جل انتباهنا وانفتاحنا لتلك اللحظة والاستمتاع بحدثتها، وكذلك النظر فيها على أنها لحظة فريدة من نوعها. أي أن كل لحظة تختلف عن لحظة أخرى، ولا توجد لحظة متشابهة للحظة أخرى. كل لحظة يمكن أن تعلمنا أشياء، وكل لحظة أخرى يمكن أن تعلمنا أشياء جديدة، وهكذا. إذن فيمكن محاولة تنمية ذهنية المبتدئين في حياتنا اليومية كتجربة. فمثلا في المرة القادمة لما تلاحظ شخص مألوف بالنسبة لك، اسأل نفسك عما إذا كنت ترى هذا الشخص بعيون جديدة. اسأل نفسك إن كان هنالك شيء جديد في نظرك لهذا الشخص. اسأل نفسك إن كان هنالك منظور جديد حول هذا الشخص. أي أننا في الغالب لا نرى إلا انعكاسات
أفكارنا الخاصة على ذلك الشخص، أي أننا إن كنا نرى في شخص على أنه مجتهد، على أنه مثابر، هذا ليس إلا انعكاس لتلك الأفكار التي بنيناه على ذلك الشخص. وإن كنا نرى في الشخص على أنه غير جاد، هذه مجرد أفكار ومعتقدات بنيناها على ذلك الشخص. هنا ليس بمعنى أن ذلك الشخص لا يكون له جانب إيجابي وجانب سلبي، ولكن اليقظة الذهنية تمنح لنا فرصة لإعادة استكشاف الأشخاص في كيانهم الإنساني، وليس على أساس أفعالهم وحتى أقوالهم، أو حتى إن كانت لا يعجبني شخص مثلا، قد يعجبني لباسه في نفس الوقت، قد لا أكون معجب، لا أتفق مع شخص في نقطة ما، ولكن في نفس الوقت أعجب بنظراته. أي هنا ألاحظ من جديد، ألاحظ أنفتح على حداثة تلك اللحظة، وكذلك استكشاف تلك اللحظة من جديد. فهنا هنالك سؤال قد أطرحه على جميع المستمعين، وحتى أطرحه على نفسي: هل حقا نحن قادرون على رؤية السماء، أم أننا نرى أفكارنا في السماء؟ بمعنى، هل حقا أننا نرى الماء والأشجار في هيئتها الحقيقية، أو أننا نرى تقييماتنا وتصنيفاتنا تلك الأشجار؟ فكلنا مثلا لما يخرج للطريق مثلا يرى، يشاهد أشياء، هل حقا نرى في تلك الأشياء، أو أننا نكتفي برؤية أفكارنا بتبويب وترتيب وتصنيف تلك الأشياء؟ هل حقا نرى في زرقة السماء، أو أننا نرى أفكارنا في السماء، أو تحجب أفكارنا في النظر في صفاء السماء؟ إذن الآن أنتقل لخاصية أخرى أو صفة أخرى، وهي تسمى الثقة. وهنا تعزيز الثقة بذاتك وكذلك مشاعرك هو جزء لا يتجزأ من تدريب على اليقظة الذهنية التي يتم بلوغها من خلال ممارسة التأمل. فمن الأفضل أن تثق بحدسك وكذلك بسلطتك، حتى لو كنت قد ارتكبت بعض الأخطاء على طول المسار، من بدل البحث دائما في الأشياء خارجية للحصول على التوجيه. أي هنا في اليقظة الذهنية، حتى إن كان للشخص عدم الثقة، يثق بنفسه في ظل وجود عدم الثقة. بمعنى، أي أن بالرغم من وجود أفكار حول الذات، مثلا تقييمات سلبية حول الذات، في اليقظة الذهنية ندعو لتنمية الثقة بالذات وكذلك بالمشاعر والأحاسيس التي نختبرها في تلك اللحظة. أي بمعنى آخر، فإن كنت لا تحترم مشاعرك، إن كنت لا تحترم أحاسيسك، إن كنت لا تحترم أفكارك، من يحترمها؟ إن كنت لا تحترم ذاتك، من يحترمها؟ حتى في ظل وجود أحاسيس وأفكار لعدم احترام الذات، بحيث تذهب مثلا في العلاج السلوكي الجدلي مارشال هان إلى ضرورة حب الذات بالرغم من كل شيء، وبالرغم من كل القصص التي يسليها الذهن. أي أن في تنميتنا لليقظة الذهنية نحترم مشاعرنا مهما كانت مؤلمة، مهما كانت مزعجة، مهما كنا غير مرغوبين، لا نرغب أن تكون معنا، ولكن نحترمها لأنها موجودة هنا. بمعنى آخر، أي أننا لا يمكننا شطب واستبعاد هذه الأفكار وهذه الأحاسيس. أي أننا ننمي الثقة بالنفس حتى في ظل وجود عدم الثقة، وهي حكمة
تسمح لنا ببلوغ التغيير الذي نوده، بحيث يظهر لنا هنا شيء قد يبدو نقيض. أي إن كان للشخص مثلا كره الذات، كيف يمكن له أن يخلص نفسه من كره الذات بكره الذات؟ فهي أشياء نميل إليها طبيعيا، لأننا نتهرب، نحاول حل مشكلة بمشكلة. ففي اليقظة الذهنية، أو ما يسمى بتنمية الثقة بذواتنا، وكذلك بمشاعرنا وحتى ما نشعر به، يسمح لنا بالتوقف وكذلك عدم المواصلة في مسار إشكالي. أي أننا نكتفي بوجود أفكار أنتقد ذاتي كأنها محاولات للقيام بأشياء بأفضل بطريقة أفضل، ولكن هذا الانتقاد عندما يتحول إلى انتقاد إشكالي، كيف يمكننا أن نتجاوزه، أو كيف أننا لا يؤثر هذا الانتقاد على ذواتنا؟ من الأمر البديهي ليس بالانتقاد، وإنما باللطف بالذات، بالرغم من وجود تلك الأفكار التي نميل إلى جلد ذواتنا بها. إذن فهنا قد ينشغل بعض الأشخاص الذين ينخرطون في التأمل في سمعة وسلطة معلمهم، لدرجة أنهم لا يحترمون مشاعرهم وكذلك حدسهم، وأنهم يعتقدون أن معلمهم يجب أن يكون شخص أكثر حكمة وأكثر تقدما. لذلك فإن في اليقظة الذهنية ننمي ذهنية أن كل شخص معلم لذاته، في ظل وجود شخص يرشده لتعليم مجموعة من الخصائص والصفات التي يمارسها، وليس تقليد للشخص. فهنا ربما تساؤل إشكالي، كيف لنا أن نكون شخص آخر؟ أي في اليقظة الذهنية لا نبحث أن نكون شخص آخر، وإنما نكتفي أن نكون نحن من نكون. فهنا أي أننا نكتفي بإعادة إحياء ذلك الإحساس الحيوي بذواتنا، وكذلك الكون، ذلك الشخص الذي وجدنا لكونه وليس شخص آخر. فكل شخص له قصته، وله تجربته، وله أهدافه الحياتية، وله قيمه الشخصية وكذلك الأسرية. لا يمكننا أن نكون شخص آخر، فمن المستحيل أن يصبح الشخص شخصا آخر أو يكون في مكان آخر، وإنما يمكن أن يكون أفضل، لأنه في سياق التدريب على اليقظة الذهنية هو في حالته الأفضل، وهنالك مجال أكبر للأفضلية. فالآن سوف أنتقل لصفة أخرى، وهي عدم استعجال النتائج. فتقريبا كل ما نقوم به لغرض ما أو للحصول على شيء ما، ولكن في التأمل القائم على التوجه العلماني وليس التأمل كما نعرفه في الفلسفة، في الفلسفات المنتشرة في الهند وحتى في الفلسفات الأخرى، أو حتى فيما يسمى بالإرث البوذي، فإننا يكون هذا عقبة حقيقية. أي إننا إن كنا نتأمل للتخلص من ذواتنا من الآلام، فإننا نقع في ذلك الموقف، لأننا جربنا كل استراتيجيات وكل الأساليب لتخليص ذواتنا من الآلام وحتى الانفعالات السلبية، ولكن لن تصلح. فهنا اليقظة الذهنية لا تهدف لهذا الشيء، وإنما تسعى لتعديل علاقاتنا مع الخبرة النفسية، أي أننا تعود هذه الأفكار وهذه الانفعالات التي كانت تؤثر على سلوكنا، وكذلك هذه الأفكار التي نقيمها لأنها مزعجة يجب التخلص منها، تكون أقل أهمية
بقدر السعي وراء ما يثري وجودنا وحياتنا. فإذا فهنا ليس الهدف أن نفعل، وإنما هو أن لا أن نكتفي بعدم الفعل. أي أن قد يبدو هذا الشيء متناقضا ومجنونا بعض الشيء، ومع ذلك فإن هذا التناقض وهذا الجنون يوجهنا لاكتشاف طريقة جديدة لرؤية وملاحظة أنفسنا، وكذلك ملاحظة الكون من حولنا. فاليقظة الذهنية ليست انفصال على العالم، أو كما يسوق له بعض الأشخاص أن اليقظة الذهنية هي عبارة عن الانفصال عن التجارب. لا، ليس بهذا النوع، وليس بهذا المفهوم. فاليقظة الذهنية هو اكتفاء بالتواجد في اللحظة الراهنة وعيشها كما هي في الواقع، دون محاولة تشويهها أو حتى محاولة التحكم فيها. إذن فهنا فقد سبقت وأن قلت مثلا في الأول في عدم استعجال النتائج. إن كنا نمارس الرياضة لتخليص أو وزننا مثلا، نمارس مرة مرتين ننتهي بعدم المواصلة. أي أننا في ممارسة اليقظة الذهنية عدم استعجال النتائج أمر ضروري جدا، أي نمنح الوقت الكافي لبلوغ ذلك التغيير الذي نسعى إليه سابقا. والآن أنتقل مباشرة للحديث حول التقبل، وهو أمر جد ضروري في اليقظة الذهنية وكذلك في العلاجات من العلاجات السلوكية السياقية، بحيث أن التقبل يعني الملاحظة في الأشياء كما هي في اللحظة الراهنة بالفعل. أي أن التقبل يعني الملاحظة في الأشياء كما هي بالفعل في الحاضر. فإن كنت الآن تعاني من الصداع، فتقبل أنك تعاني من صداع. تقبل فقط أنك تعاني من صداع، وهذا التقبل بأنك تعاني من الصداع لا أقول يجنبك، وإنما يسمح لك بالقيام بالإجراءات اللازمة للتغيير. وإن كان ترفض بالاعتراف بأنك تعاني من صداع، فلن تقوم بالإجراءات اللازمة للتخفيف وحتى معالجة ذلك الصداع. فإن كنت تعاني الآن مثلا من زيادة الوزن، فلماذا لا تتقبل نفسك الآن بذلك الوزن كوصف لجسدك وجسمك في هذا الوقت فقط؟ أي أنه ليس استسلام ورذوخ، وإنما أننا نتقبل ونعترف بوجود شيء في اللحظة الراهنة مما يسمح لنا بالتغيير. فعاجلا أم آجلا علينا أن نتصالح مع الأشياء كما هي ونتقبلها، سواء كان تشخيصا لمرض أو حتى معرفة بموت الشخص ما. فغالبا لا يتم الوصول إلى التقبل إلا بعد من فترات مليئة بالانفعالات والإنكار والغضب، وهذه تطور طبيعية في عملية التصالح مع ما هو موجود. كلهم جزء من عملية الشفاء، ومع ذلك بغض النظر عن المصائب الكبرى التي تعود وذلك الوقت الذي نستغرقه للشفاء، فإن اليقظة الذهنية تسمح لنا بعكس تلك السيرورة. من بدل أن يكون التقبل نهائي، يكون التقبل في الأول. أي أننا نتقبل أننا نعاني من مرض ما يسمح لنا بالذهاب للمعالجة، نتقبل أننا نعاني من السكري يسمح لنا بالقيام بالحمية وكذلك التغذية من ذلك المرض، نتقبل أنني أعاني من صداع ولا أنكره ولا أرفضه يسمح لي بالقيام بإجراءات اللازمة لمثلا شرب الدواء أو حتى أخذ الدواء. فهنا غالبا ما نكون منشغلين جدا في الإنكار والصراع، بحيث لا يبقى لنا سوى قليل من الطاقة للشفاء والنمو. أي أننا نميل دائما لرفض
الانفعالات السلبية، وحتى مثلا تشخيص مرض ما، أو حتى وفاة شخص ما، أو حتى كذلك الوقوع في خطأ. أي أننا لا نميل للاعتراف بأننا قمنا بخطأ، وهذا في حد ذاته يشكل عائق كبير. ولكن من بدل الاعتراف بأننا قمنا خطأ أو أننا قمنا بشيء مضر للآخر، نتقبل أننا قمنا بخطأ، يسمح لنا بقيام إجراءات للتصالح مع هذا الخطأ. ولكن في العكس، إن كنا نرفض الاعتراف بأننا قمنا بخطأ، فندخل في متاهة أخرى. فهنا في اليقظة الذهنية، إن كنت تعاني مثلا من زيادة الوزن وتشعر بالسوء تجاه جسدك، فليس من الجيد حتى تصل إلى الوزن الذي تعتقد أنه يجب أن تكون عليه للبداية بالإعجاب بجسمك ونفسك. أي أننا إن كان شخص ما مثلا يعاني من ارتفاع في الوزن، فهل ينتظر حتى يفقد ذلك الوزن ليحب نفسه؟ هل ينتظر حتى يقلل من ذلك الوزن حتى يكون معجب بجسمه؟ فهنا تساؤلات تفتح لنا آفاق للتفكير، وكذلك التأمل في سيكولوجية التقبل لما هو موجود في اللحظة الراهنة. فهنا التقبل ليس بمعنى الرضوخ وحتى الاستسلام، وحتى أننا نحب كل شيء، وحتى أننا نتخذ موقف سلبي اتجاه الحياة، وأننا نتخلى على مبادئنا وقيمنا، وحتى أنه يعني قبول تقبل كل شيء. لا، بمعنى أنني أتقبل شعور القلق. في الحقيقة إني قلق، فما هو الشيء الذي يجعلني أرفض ذلك القلق؟ لأني خائف من المعاناة. حسنا، أقوم الآن بتجنب ورفض ذلك القلق، سأقع فيه بعد لحظة. أقوم بنفس الشيء، فهنا أستنزف كل طاقتي في الرفض أو حتى الاعتراف بالقلق. وهنا مجرد الاعتراف بالقلق وتسميته، ندخل في سيرورة تعرف بتنظيم الانفعالات، وتطلب منا تسمية الاعتراف وكذلك تسمية الانفعال. أي أننا بمجرد الاعتراف بوجود شيء ما يسمح لنا بالتغيير، وكذلك ليس موقف سلبي، وليس نتخلى عن رغباتنا في التطوير والنمو، حتى وإن كان يبدو في الوهلة الأولى. فأثناء ممارستي لليقظة الذهنية كنت أتساءل كيف لي أن أتقبل مثلا فكرة أرفضها. وهنا يمكننا أن نبدأ بشيء هو التقبل لرفضنا لتقبل هذه الخاصية. أي أننا أثناء ممارستنا لليقظة الذهنية، في أول الأمر نجد ذهننا يميل لإصدار الأحكام، يميل لعدم الصبر، يميل كذلك لأنه يعرف كل شيء، يميل كذلك للرفض وعدم الاعتراف وتقبل الأشياء كما موجودة في اللحظة الراهنة. فهنا التقبل هو ببساطة هو استعداد الملاحظة في الأشياء كما هي، لا أقل ولا أكثر، لا لأنه أحبها ولا لأني أرفضها، وإنما لأنها موجودة وفقط. وهذا الاعتراف يسمح لي ببلوغ لحظة أخرى. أقدم هنا استعارة بسيطة. نتخيل، نفترض أننا الآن وقعنا في حفرة، فهل الرفض الاعتراف بأننا وقعنا في حفرة يسمح لنا بالخروج، أم يجعلنا نبقى في ذلك المكان؟ وبدل الاعتراف وتقبل أننا وقعنا في حفرة يسمح لنا بالخروج. فمن خلال استخدام مثل هذه الاستعارات وكذلك هذه الأمثلة، يمكن تبسيط وتسهيل معنى التقبل. فهنا أبسط
بسط جدا معنى التقبل، هو ليس بمعنى الرذوخ والاستسلام وعدم الرغبة في التغيير، وإنما هو اعتراف بوجود الأشياء في شكلها في اللحظة الراهنة دون محاولة رفضها أو تجنبها للقدرة على التغيير. أي أن التقبل هو مفتاح للتغيير. فمثلا في سيرورة الحداد نجد التقبل يصنف في النهاية، أي أننا دخلنا في مرحلة التقبل، أي أننا أصبحت الأشياء مثلا الشهرين، 4 أشهر، 5 أشهر، 6 أشهر، سنة، ف3 سنوات، 4 سنوات، نرفض مثلا وفاة شخص، نرفض. فهنا نستنزف كل طاقتنا، نستنزف كل ما لنا من طاقة في سيرورة الرفض والإنكار، بينما التقبل بمعنى أننا نتقبل وفاة الشخص، ليس لأننا نريد أنه يتوفى أو أننا نحب وفاة شخص، وإنما حدث وقع ضمن ما هو طبيعي، بمعنى أن كل ما يقع في الطبيعة لا ينسب للعيب. وهنا بين انتر بارونتيز، لما أقول كل ما يحدث في الطبيعة لا ينسب للعيب، حتى إن كانت مثلا قد تقول لي كيف للشخص أن يتقبل الإساءة الجنسية، كيف للشخص أن يتقبل مثلا أفكار وساوس، مثلا وساوس كيف للشخص أن يتقبل مثلا اتجاهات شاذة. هنا لا أقول التقبل بمعنى الموافقة والرغبة في المواصلة، وإنما الشخص يعترف بأنه يقوم بذلك الشخص مما يسمح له بالتعافي. ففي السياق الحديث مثلا حول الإدمان، إن كان الشخص لا يتقبل أنه مدمن، فكيف له أن يتعالج؟ إن كان الشخص لا يتقبل أنه يقوم بسلوكات مرفوضة، فكيف له أن يتراجع وعدم القيام بها؟ بمعنى أن التقبل هو عدم الموافقة أو الاستسلام، وإنما الاعتراف بوجود شيء ما مما يسمح لنا بالتغيير. ففي سياق التدريب على اللياقة الذهنية، مثلا في حالات الاكتئاب، في حالات القلق، في حالات الاضطراب ما بعد الصدمة، في حالات عديدة قد تتفاقم الأعراض في الوهلة الأولى، ولكن هذه الآلام الأولية تسمح لنا براحة على المستوى البعيد، لأننا كنا نرفض، ننكر، نتجنب، نتهرب، والآن ندخل في تعريض، أي أنه في شكل من أشكال التعريض، أي أننا ندخل في اختبار مع تلك المخاوف التي كنا نهرب منها، وتلك الآلام التي كنا نسعى لتجنبها، نعكس العملية. فهنا مصطلح التقبل نجده في العلاج بالتقبل والالتزام، يستخدم كنقيض لما يسمى بالتجنب الخبراتي، أي أننا نهرب من الآلام والمعاناة. وهنا لما نتحدث حول توظيفات مارشال ليهان لكلمة التقبل التي يساء فهمها دون الاطلاع على أدبيات متخصصة في سيكولوجية التقبل، لا أعمم بقولي يساء فهمها دون الاطلاع، أي أني لا أعمم، وإنما هنالك مجموعة من الأشخاص يميلون لرفض مفهوم التقبل، لا أقول لأنهم على دراية بمعنى السلوك للتقبل، وإنما هي ردود أفعال يمكن أن أسميها طبيعية، أي أن لكل شخص له أشياء يحاول جاهدا رفضها، يحاول جاهدا تجنبها، يحاول رفضها، قمعها، يحاول حتى أقول عدم الاعتراف بوجودها في حياته، أو حتى وجودها ضمن قصته الشخصية. فليس من السهل أن يتقبل فكرة التقبل، بمعنى أي أن الشخص
حتى وإن كان دارس لمفهوم التقبل سلوكيا، وحتى كان زاد فهمه لمعنى التقبل، فيجد دائما ذهنه يميل لرفض فكرة التقبل لأنها تغذية لما يسمى بالتجنب الخبراتي، وتغذية لمحاولات تشويه الخبرة النفسية والمواصلة في التهرب والتجنب للآلام والمعاناة النفسية. فأتحدث عن نفسي في الأيام الأولى لما كنت أتدرب على اليقظة الذهنية، قد يعود لي سنة من الآن، أتساءل أحيانا، أقول هل حقا إني أفهم التقبل؟ هل حقا إني أميل للرفض فكرة التقبل بهذا المستوى؟ ولكن بفهم علمي لليقظة الذهنية وعدم استعجال النتائج، توصلت إلى استيعاب الأشياء على أنها أشياء بديهية في الحقيقة. فهنا معنى التقبل كما قلت هو استعداد تطوعي، أي أن الشخص يتطوع لتقبل انفعالاته، يعترف بوجود انفعالاته، يعترف بوجود شيء ما يسمح له بإجراء التغيير. فكما قلت في سياق توظيفات مارشاليهان للتقبل الجذري، قد يبدو الشيء لأشخاص الذين تعاملوا مع الأشخاص ذوي الاضطرابات الشخصية الحدية، وحتى الأشخاص الذين لهم معرفة بهذا الاضطراب، فقد يبدو هذا الشيء أمر مناقض تماما جدا لما هو شائع في اضطراب الشخصية الحدية، بحيث أن الشخص له ميل قطعي للرفض وعدم الاعتراف بانفعالاته، رغم تلك الانفعالات تكون تغمره، حتى في ظل وجود تلك الانفعالات يميل لعدم الاعتراف بوجودها، وكذلك يميل لرفض قصته وتاريخه الشخصي وتلك الصدمات. فمارشاليهان كانت لها تجربة في اضطراب الشخصية الحدية، فوجدت أن التقبل الجذري للحظة الراهنة ولقصتها هو مفتاح يسمح لها بالتغيير والتقدم، وكذلك تقديم برنامج أو العلاج السلوكي الجدلي في معالجة اضطرابات الشخصية الحدية، والذي له فعالية كبيرة وهو من بين العلاجات القائمة على الأدلة. بمعنى أن فكرة التقبل في بدء الأمر قد يجعل من الشخص مرتبك، قد يجعل من الشخص يتهرب، يرفض قطعيا، يتهكم، يقول مصطلح التقبل. فهذه الأمور أمور بديهية تخدم فقط وتغذي التجنب الخبراتي بمفهوم العلاج بالتقبل والالتزام. أما لما نتحدث حول التقبل في جون كابراتزان، وهو يتحدث حول كنقيض للرفض والإنكار، وكذلك عدم رغبة في الشعور أو عيش شيء ما هو موجود. هل الأشياء واضحة لحد الآن؟ هل هناك أسئلة أو استفسارات حول مفهوم هذه الخاصية التي تحدثتها الآن؟ الأستاذ صلاح، هل هناك أسئلة تذهب في هذا السياق، أو حتى إثراءات وإضافات حول خاصية التقبل؟ وإلا سوف أواصل بإذن الله. الأستاذ صلاح رسلي، قام بإرسال أسئلة مثلا بالنسبة للأفعال القهرية، الوعي والتوقيف عن فعلها، ما الصبر، ما يشعر الفرد، إساءة، ما يشعر الآدم فعلها، هل المفروض صحيح؟ شرح رائع. إذا أواصل ثم أعود للإجابة على تلك الأسئلة الموجودة. إذا قلت، فهنا يوجد شيء وهو عدم التعلق أو الترك والتخلي، وهنا يظهر أي أنني أتقبل بوجود فكرة ما أو وجود شعور ما، ولكن لا أتعلق
بذلك الشيء وأبقى متشبث وأتمسك بذلك الشيء، أو حتى أبقى منقيد للشيء الذي تقبلته، أي أني أتقبل وجود قلق، أمر مفروغ منه، موجود موجود، لا أقوم بمحاولة تجنبه أو التخلص منه، موجود، أكتفي بالاعتراف أنه موجود، لا أقيمه، لا أصنفه، أكتشفه، أتعرف عليه، أقترب منه، ثم أتركه يذهب، وهذا ما يسمى بالترك أو عدم التفاعل. بحيث هنالك قصة منتشرة في الهند، بحيث يقولون أن الأشخاص لما يصطادون القردة مثلا يقومون بوضع موزة مثلا في شجرة، يربطون تلك الموزة بخيط، فيدخل القرد يده بقدر ما يدخل يده فقط، ولا يستطيع إخراج يده، فهنا تبقى حياة ذلك القرد متعلقة بمدى تمسكه بتلك الموزة. فإن فك تلك ترك تلك الموزة يصبح حرا، ولكن بتشبثه وتمسكه يبقى عالقا ويتم الإمساك عليه. فهذا هو شيء نفعله جميعا، بحيث نجد أننا نقوم بالتشبث والتعلق ببعض الأفكار، ببعض المعتقدات، ببعض الانفعالات، ببعض الأشياء التي نعتقد أننا نعرف الحقيقة، نعتقد أننا حكماء، نعتقد أننا على حق، على يقين، ولكن في اليقظة الذهنية ننمي ما يسمى بالترك وعدم التمسك بهذه الأشياء التي قد تكون إشكالية. فهنا ليس بمعنى أننا لا تكون لنا قيم ثابتة أو أفكار أو توجهات، ولكن تلك المشاعر وتلك التجارب التي تكون إشكالية ننمي موقف التخلي، أي أننا نترك هذه الأفكار المزعجة التي كنا نقيمها في السابق على أنها مزعجة، أو تلك الأفكار تقبلنا بوجودها الآن، نتركها بالذهاب، أي أنني أتقبل بوجود فكرة ثم أتركها تذهب وعدم ولا أتمسك بها. فهذا هو عرض حول الخصائص التي يتم تنميتها في اليقظة الذهنية. وهنالك صفات مرتبطة بالجانب العاطفي، وهي العرفان، بمعنى أي أننا ننمي صفة الخشوع وتقدير اللحظة الحالية والكون ممتنا لها، بالرغم من وجود مثلا آلام، بالرغم من وجود صعوبات، بالرغم من وجود مرض ما، ولكن ننمي صفة من تقدير اللحظة الراهنة، وكذلك الكون ممتنا لتلك اللحظة، وكذلك ننمي ما يسمى باللطف، بحيث أننا نكون لطفاء بذواتنا، ونكون لطفاء في معاملاتنا مع الآخرين. وهنا تذهب نيف إلى الحديث باللطف على بالذات، بمعنى أننا نقوم معاملة ذواتنا أثناء الوقوع في الآلام أو حتى صعوبات ما، نكون لطفاء بذواتنا ولا نميل إلى جلد ذواتنا، أي أنني أتألم ولمحاولة تخليص نفسي من الآلام أميل إلى لوم ذاتي والتقليل من احترام لذاتي، وكذلك أي أنها هي تقديم للذات ما نميل تقديمه للآخرين. فإن كان شخص ما عزيز علينا يخبرنا على أنه مريض أو على أنه يتألم، نعامله بحسن معاملة وبرفق وبلطف، ولكن لما نكون مثلا في حالات متقدمة إشكالية، لا أقول مرضية وإنما إشكالية، مثلا في سياق الحديث ما نعرفه بالاكتئاب أو القلق، نميل إلى جلد ذواتنا، وكذلك محاولة معالجة
تلك الآلام بإضافة آلام أخرى، بحيث توجد مقولة هنا أحبذها جدا، بحيث يقول، لا أتذكر اسم ذلك الأديب الذي قالها: إن المعاناة ليست بهذا الحجم من السوء، وإنما ما هو مؤلم هو الاستياء من الآلام. أي أن الآلام أمر طبيعي، وأننا نعاني جميعا ولكن بطريقة مختلفة. وما هو مؤلم في الحقيقة هو ذلك الاستياء، وذلك وتلك الرغبة في عدم الشعور بما نشعره في تلك اللحظة الراهنة. فهنا معنى اللطف ليس أن نكون سلبيين أو حتى نكون متسامحين لدرجة ما خارجة عن نطاق المعقول، وإنما أن نتعامل مع ذواتنا وآخرين باللطف، مما يسمحنا بالوصول إلى التغيير الذي نسعى بلوغه. وكذلك صفة الكرم، أي العطاء في سياق الحب، وكذلك الرحمة دون أي ارتباط بالكسب والتفكير بالعودة، أي أنني أقدم أشياء مثلا للآخرين أو حتى لذاتي، أقدم هدايا لذاتي، أقوم بإعداد وجبة فطور لذاتي، أي أكرم نفسي بنفس الكرم الذي أكرم بها الأصدقاء أو حتى الأقارب. فلو نلاحظ في السياق ما هو متداول في اجتماعيا، لما يكون زائر يأتينا زائر، نقوم بإعداد فطور، نقوم ب لا يعني لا أقلل من قيمة واحترامنا وكرمنا واعتزازنا بقدوم شخص، ولكن هنا التساؤل: لماذا لا نكرم نفسنا بذلك الكرم؟ هنا يطرح السؤال: لماذا لا نعامل ذواتنا بنفس معاملة أحبتنا لما يكونون في وضعية ألم أو مرض ما؟ فهي تساؤلات تفتح لنا آفاق في إعادة بناء أو حتى تعديل من علاقتنا في معاملتنا مع تجربنا الخاصة، التي نميل في الغالب لرفضها وتخليص ذواتنا منها. وهنا صفة التعاطف، وهي بمعنى شعور متفهم لموقف شخص آخر ووجهة نظر وانفعالاته وأفكاره وكذلك أفعاله وحتى تصرفاته. وكذلك اللطف المحب، لطف المحب للطيبة، صفة تتجسد في الرعاية والرحمة والمودة، وصفة مليئة بالمغفرة والحب الغير مشروط. فهنا قد تبدو هذه المفاهيم بسيطة، أو أنها مفاهيم ليست لها مفعول، وإنما مفعولها يظهر بالممارسة. وأبسط شيء، لما نتحدث حول ما نسميه بالاضطرابات النفسية، أو لما نسأل أي شخص كيف يعامل نفسه، الشخص مثلا في وضعية اكتئاب لا تجده يقدم الرعاية لنفسه، لأنه يعتقد بأنه ليس أهل لتلك الرعاية، تجده يميل لنقد ذاته لأنه توجد أفكار تخبره بأنه شخص غير أنه مذنب مثلا. فهنا الشخص يقدم لنفسه محبة غير مشروطة حتى في ظل وجود هذه الأفكار والانفعالات السلبية، وهذا ما يسمح له بالخروج من هذه الحلقة المفرغة من إصدار الأحكام، من عدم التقبل، وكذلك من عدم اللطف بالذات، وعدم العرفان باللحظة الراهنة، وكذلك عدم المرونة الانتباهية، وعدم الاهتمام بما هو موجود في اللحظة الراهنة. وهكذا أصل لنهاية هذا الإلقاء. هل الأستاذ صلاح هناك أسئلة أو حتى تعقيبات أو حتى إثراء في هذا الموضوع؟ فهذه الصفات، الأستاذ صلاح يقول أن الصوت والصورة يتقطعان. الأستاذ صلاح يخبرني أن الصوت والصورة متقاطعان. الأستاذ صلاح، هل الصوت
واضح أنه أستاذ صلاح، هل هناك أسئلة أم لا توجد أسئلة؟ لا أعلم إن كانت هناك أسئلة أو لا، سوف أرى. في اليقظة الذهنية موقف وكأنك تصبح فيها أنت شخصين، شخص يفكر ويسألك وشخص آخر يراقب. في اليقظة الذهنية هو أن يكون الشخص في حد ذاته شاهد غير متحيز لتجربته الخاصة، بمعنى أن بمعنى الشخص يقوم بتنمية الملاحظة وما يسميه مثلا في يجب التقبل والالتزام بما يسمى الذات كالسياق، أي أننا يتم التمييز بين هويتنا الشخصية وكذلك ما نشعره من انفعالات وحتى تلك الأفكار التي تأتينا. في اليقظة موقف كأنك تصبح فيها أنت شخصين، شخص يفكر أو يسلك والشخص آخر يراقب ويلاحظ ما يفعل الآخر بالدقة. كاستعارة يمكن القول هكذا، كاستعارة يمكن القول بأننا في وضعية اليقظة الذهنية نكون ملاحظ وشاهد لما يحدث في داخلنا أو ذوات أو من حولنا، والتصرف لا يتم بصفة متهورة أو بصفة تلقائية، وإنما تكون استجابات مقصودة لاقتناس ما هو أهم بالنسبة لنا وما يثري وجودنا كأشخاص في الحياة. فأعتقد أن أكتفي بهذا القدر من الإجابة. مثلا بالنسبة للأفعال القهرية، الوعي بها والتوقف على أفعالها مع الصبر ما يشعر بالفعل إزاء ما يشعر لعدم أفعالها، هل هذا مفهوم صحيح؟ فهنا في سياق تدريب اليقظة الذهنية أو حتى ممارسة اليقظة الذهنية، هنالك بروتوكولات محددة، هناك بروتوكولات محددة مثلا للوسواس القهري أو حتى الصدمة النفسية أو حتى اضطرابات أخرى، ولكن اليقظة الذهنية في حد ذاتها مفيدة لجميع الأشخاص سواء كان يعاني أو لا يعاني، بمعنى أي أن نفس أبعاد ونفس الصفات التي يتم تنميتها في اليقظة الذهنية مع الشخص الذي يعاني من اكتئاب نفسه التي يتم تطويرها وتنميتها مع الشخص الذي يعاني مثلا من اضطراب آخر. توجد بعض الخصوصيات، وهذا ما نجده مثلا في العلاج المعرفي القائم على اليقظة الذهنية للاكتئاب، وحتى نجد اليقظة الذهنية في التنشيط السلوكي، أي أن اليقظة الذهنية يتم توظيفها في مناهج مختلفة من العلاجات لاستهداف مشكلات معروفة نعرفها في السابق. مثلا تستخدم اليقظة الذهنية في الأكت، والأكت يستخدم لجل جل الاضطراب، ما نسميها الاضطرابات أو المشكلات النفسية، بمعنى أن اليقظة الذهنية يمكن تطبيقها وتدريبها لكل شخص يطلبها أو لكل شخص يعاني أو لكل شخص حتى وإن كان لا يعاني، وتستخدم حتى في حالات الذهانية، ولكن لما أقول في حالات الذهانية لا تستخدم فقط كمجرد تطبيق وفقط، وإنما مع الدواء، وكذلك لا تكون في نوبة ذهان حادة، أو حتى في بعض هناك بعض الاعتبارات يفصل فيها الممارسين. فمثلا في تطبيقات اليقظة الذهنية في العلاج السلوكي الجدلي يستخدم العلاج السلوكي الجدلي الذي يتمركز أساسا على اليقظة الذهنية في اضطراب الثنائي القطب، وكذلك في اضطراب الشخصية الحدية التي تتميز بأعراض وسمات سمات ذهانية، أو حتى أن هناك دراسات تذهب للقول بأن التدريب على اليقظة الذهنية يقلل من الأعراض الذهانية، وهذا موضوع آخر سوف نتناوله إن شاء الله في المحاضرات القادمة.
الآن هل هناك أسئلة تذهب في سياق ما ذكرته من الصفات والخصائص؟ كيف نستعمل؟ هل نشرح للمريض بالتفاصيل بماذا يفكر؟ ربما إجابتي تكون جد صغيرة من خلال تدريبك على اليقظة الذهنية، ومن خلال فهمك لليقظة الذهنية يمكنك تطوير فهم خاص بك في ممارسة اليقظة الذهنية وتعليمها للشخص الذي يطلب المساعدة، بالتوازي مع القيام بالتكوينات مثلا في العلاج السلوكي الجدلي، أو حتى في اليقظة الذهنية، أو حتى بالعمل ببروتوكولات قائمة على اليقظة الذهنية والتقبل. بمعنى، لقد سبقت وأن أشرت، إن كان الشخص لم يمارس في حد ذاته اليقظة الذهنية لا يمكن أن يطبقها مع شخص آخر. أي أن هذه المفاهيم سبق وأن قلت يمكن أن نشرحها للشخص، يمكن أن تكون تسجيلات صوتية، يمكن أن تكون فيديو، وهنالك ممارسة رسمية وممارسة غير رسمية. ما هو عمر الذي يمكن تطبيق فيه الأكت لدى الأطفال؟ سؤال لا يدخل في صلب هذه المحاضرة، ولكن أجيبك بكل اختصار. تدريبات تطبيقات اليقظة الذهنية مع الأطفال، هنالك في الأيام الماضية إصدار لكتاب حول هذا الموضوع لمؤلف فرنسي، أتذكر فقط اسمه مهدي، وهو يفصل في تطبيقات الأكت مع الأطفال. لم أتعامل مع الأطفال في سياق بالأكت أو اليقظة الذهنية، فأنا أتعامل مع الراشد باليقظة الذهنية، وحتى في موضوع بحثي قائم على مهارات اليقظة الذهنية وكذلك العلاج بالتقبل والالتزام مع الراشد وليس مع الأطفال. هل هناك من أسئلة أخرى؟ هل هناك أسئلة أخرى أو لا؟ ولكن هناك تطبيقات لليقظة الذهنية مع هناك تطبيقات اليقظة الذهنية مع الأطفال، وهناك تطبيقات للأكت مع الأطفال، ولكن لأحدد لك العمر لا أستطيع تحديد لك العمر، لأني لم أتوسع في موضوع تطبيقات اليقظة الذهنية مع الأطفال والأكت مع الأطفال، ولكن على علم بوجود أعمال وتكييف للأكت مع الأطفال، وحتى كتب وأدلة عمل خاصة بالأطفال والمراهقين حول اليقظة الذهنية وكذلك الأكت. هل هناك من أسئلة أخرى أو أكتفي بهذا الإلقاء؟ وإلى الحصة القادمة بإذن الله. ما هو الغرض الأساسي منها؟ المختص النفسي بارع مولودي. الغرض منها يا أخي، نتحدث في أجيبك إجابات متفرقة. في العلاج السلوكي الجدلي هي مهارة جوهرية لتنظيم الانفعالات، هي مهارة جوهرية في تحمل الضيق والآلام النفسي، هي مهارة جوهرية في الفعالية البين الشخصية. بمعنى أن اليقظة الذهنية يمكن استخدامها لتعديل العلاقة مع التجربة، وهدفها وهو تحقيق تغيير من مستوى ثاني، بمعنى تقبل من بدل التجنب والرفض. وبمعنى آخر، اليقظة الذهنية تقنية علاجية تستخدم في الموجة الثالثة، تجمع بين مختلف المناهج العلاجية الموجة الثالثة. وبمعنى آخر، اليقظة الذهنية هي أداة لعيش حياة ذات معنى وذات مغزى، وليست حياة قائمة على محاولات التخلص والتهرب
من الآلام والمعاناة النفسية، وبمعنى آخر اليقظة الذهنية هي أداة لتخفيف الآلام النفسي والمعاناة الجسدية وحتى الآلام الجسدية. وبمعنى آخر اليقظة الذهنية هي فن عيش وفن التواجد في اللحظة الراهنة. ففي السياق مثلا الاضطرابات الاكتئابية نقوم بالأخذ من الشخص من بدل انغماسه في المعتقدات الاكتئابية أو حتى في الحلقة الاكتئابية بالفك اللامركزية واستثمار حياته في اللحظة الراهنة. وشكرا لكم على هذا الإصغاء، إلى الإلقاء المقبل إن شاء الله. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء. هناك سؤال، كيف يستعمل علاج السلوك الجدلي لهذه التقنية؟ سوف نصل إليه إن شاء الله، لأن هذه المحاضرة هي عبارة عن سلسلة من المحاضرات. ندعوك للتواجد معنا في المحاضرات القادمة للحديث حول الأكت وكذلك العلاج السلوكي الجدلي. وشكرا لكم أحبتي في الله، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.